حقق نادي سردم أول انتصاراته بالدوري الثاني في دوري إقليم الجزيرة للدرجة الثانية والمؤهل للدرجة الأولى، وذلك بتغلبه على نادي أهلي عمودة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدور الثاني. فعلى أرضية ملعب شهداء 12 من آذار بقامشلي، تمكن نادي سردم من الظفر بأول 3 نقاط في منافسات الدور الثاني على حساب نادي أهلي عمودة، وبهدفين دون رد وهدفين دون مقابل سجلهما مالك محمد وريزان الصالح. وبفوزه رفع سردم رصيده ل4 نقاط في المركز الثاني خلف نادي سريكانية المتصدر، فيما بقي أهلي عمودة في المركز الأخير بدون نقاط بعد خسارتين متتاليتين. وفي مباراة المجموعة الأولى وفي ملعب الشهيد رستم جودي بسريكانية، تغلب واشوكاني على برخدان ب3 أهداف مقابل هدف واحد ليقفز للمركز الثاني ب3 نقاط، فيما بقي برخدان بدون نقاط في المركز الأخير. وأخيرا وفي ملعب تلكوتشر، حقق شبيبة تلكوتشر انتصاره الثاني بتغلبه على الأخوة والسلام ب2 مقابل 1 ليتصدر فرق المجموعة الأولى ب6 نقاط، فيما تراجع الأخوة والسلام للمركز الثالث.